بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ان شاء الله سحلب خليط فانيليا وشوكولاتة، والسحلب اللي هنعمله هو اسمه سحلب مجازا، علشان السحلب الاصلي بيتعمل بجذور زهرة الاوركيد. عندنا 3 كوبايات ونص حليب، وهنضيف على الحليب سكر على حسب ما احنا عايزين، بس الكمية المناسبة بتكون من 6 لـ 8 معالق. وهنضيف معلقة كبيرة ونص نشا، والنشا بتعتبر هي بديل جذور الاوركيد، ونص معلقة صغيرة فانيليا، ونقلب كويس. بعد كده نحط الخليط على نار متوسطة ونقلب، وهنفضل نقلب لحد ما القوام يتقل معانا. والمقصود بالقوام يتقل ان هو يبقى قوام كريمي مش قوام كثيف زي المهلبية. وخلاص كده القوام تقل معانا وبقى كريمي. ولو عايزينه اتقل من كده هندوب نشا في شوية مية قليلة وهنضيفها عليه مع التقليب. بعد كده هنشيل تقريبا نص كمية السحلب اللي موجودة وهنحطها في حاجة تانية، وعلى الكمية اللي فاضلة عندنا هنضيف معلقة كبيرة كاكاو ونقلب كويس. وممكن نزود كمية الكاكاو على حسب ما احنا عايزين علشان نخلي اللون أغمق. بعد كده هنبدأ نصب في الكوباية اللي هنقدم فيها السحلب الأبيض، بحيث نملأ أكتر من نص الكوباية بحاجة بسيطة. بعد كده هنحط الكاكاو ونحطه بالراحة، وهيبقى معانا بعد ما نصبه بالشكل ده، وبيتقدم سخن طبعا. جربوه إن شاء الله هيعجبكم جدا. بتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم، ولو عجبكم ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. وإلى اللقاء إن شاء الله في الفيديو القادم.